بأسرارها بعد كرة على القاء من فخر المنصوري. إمكانية التسجيل هذه المرة من جانب الترجي الرياضي التونسي. ننتظر التنفيذ. إذا خالد المولي والهدف. إذا هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي في الوقت البديل. سي توفيق الصخيري في الشوط الثاني مثير. عبد الرحمن شوف تهاجم يلزم تعرف الدافع. إذا جات ضربة جزاء ثم مهاجمين اثنين هما اللي خذاو باش مشاو يفكوا كرة من المدافعين. فالتهاجم تهاجم يلزمك تعرف الدافع. جابوا هدف من لا شيء على بعزيمة نتاع زوز لاعبين.